شوف، أنا شخصيا أستطيع أن أؤكد هنا أن السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني يؤمن إيمان مطلق باستقلالية الأجهزة الأمنية، وأعتقد كل اللي عمله خلال هاي الفترة شعروا بهذا الشيء. أنا أستطيع أن أؤكد لك شيء معروف، وهذه دولتنا ما نستحمل ولا نخجل من نحكي بالأشياء. إيش قد كنا نسمع في المراحل السابقة بيع المواقع في مؤسسات الدولة ومنها الأمنية أمنية وغير أمنية، ولكن اليوم حتى من هو غير راضي على العملية السياسية ومن يشاكس الحكومة ما سمعنا هاي العبارة بيع مواقع، ولا يقدر يقول. سمعت أنت، أنا إذا أسألك أنت علامي، سمعت من التشكيل الحكومة لليوم هكذا نوع ذكر بالإعلام أو بالسوشيال ميديا؟ فلذلك خليني أكمل الجملة إذا تسمح لي. أنا أؤكد أن السيد رئيس الوزراء يؤمن باستقلالية الأجهزة الأمنية عن المؤسسات الحزبية، وأنا أتحدث عن تجربة وعن اطلاع. ولذلك الخيارات، إذا تنتبه دكتور مثنى رزوقي اللي صار وكيل إداري لرئيس لجهاز الأمن الوطني، رجل من عام 2004 في جهاز الأمن الوطني أيام ما كان وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، الوكيل الإداري أيضا من لحظة تأسيس وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني عند ما كانت فيها 18 موظف يعني فقط أيام ما كان قاسم داود وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني. نتحدث عن تدرج وكفاءة.